الله يجازيك يا فواز. انت بتضحك يا عم منعم؟ اه. شمتان فيا؟ اه بصراحه شمتان، وعايز الحق اصلها حركه معلمه بصح. ورحمه امي، ورحمه امي لاكون مطين عشتهم، وهوريهم ايام اسود من قرن الخروب. يا عم اهدى بقى وبلاش الحمقه بتاعتك اللي على الفاضي دي. فاضي ايه ومليان ايه يا حاج؟ انت عارف اللي عملوه ده معناه ايه؟ عارف معناته انك تهدى بقى وتتلم وتاخد بالك شويه من عيالك وتشوف امور بيتك وتبطل شغل الدبابير بتاعك ده. يا ابني المثل بيقول الحجر الداير لابد من لطه. الكلام ده لو انا بعمل حاجه تغضب ربنا لا سمح الله، لكن انا ماشي على الشرع وبما يرضي الله. اه لا بعمل حاجه غلط ولا برتكب معصيه. في ايه يا فواز؟ انت عاوز يا ابني تمشي الدنيا على مزاجك انت؟ الله. وبعدين انت ايه اللي مخليك متاكد قوي انهم هم اللي ورا الحكايه دي؟ مش جاي زي ما انهار قالت لك انها اراده ربنا؟ ونعم بالله ما اقدرش اتكلم، انما انا بقول لك، انا بقول لك ده شغل حريم وانا اللي فاهمه، هم اللي وراها علشان ما اتجوزش تاني واجيب لهم رابعه. ما تظلمش يا فواز، ما تظلمش يا ابني. انت عارف اخرت اللي عملته معاهم ده هيبقى ايه؟ اي بعد الكام خرزانه دول هيتكنوا جنب الحيط. لا يا خفيف، ده بيتهيالك دي هتبقى ثوره، ثوره وهتنفجر في وشك يا فواز. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. صلي على رسول الله، كله يحني مخه ويصلي وحصمه بعينك يا اللي ما تسمي ولا تصلي. البنت بنتنا والواد اللي في بطنها يبقى ابننا والحاج فواز يبقى عمنا. خدي خدي حلي موعي. ايه يا اختي شغل الحاوي ده؟ انا عارفه ناقص يا اختي يطلع لنا تعبان من الجلابيه. فين بنتي؟ عايزه اشوفها واخدها في حضني واطمن عليها. طبعا ما هي شايله الحفيد وزي ما بيقولوا عز الولد ولد الولد. تعالي تعالي يا ام الغاليه، ده انا بعشق الست دانيال. تعالي ما تيجي معايا يا محروس يا اخويا، هو انت غريب؟ لا خلاص بقى، انا عملت اللي عليا ووصلتك، اسيبك بقى انت تعيشي اللحظه مع بنتك كده وتاخديها في حضنك. يلا وبعدين لحسن الحاج يستعبد نقول ان احنا بنستغله. سلام عليك، سلام عليك. ربنا يسهل لك ويفتحها في وشك يا رب. برقبه ازازه تكون مسنونه بعون الله. بتزغرتي على ايه بس يا امه؟ بتزغرتي على ايه؟ ده انا دمعتي ما نشفتش من على خدي من امبارح من ساعه اللي حصل. ده الحاج مش طايق يبصلي في وشي، مش طايق لي كلمه، وبدل ما يجي يهنني ويدلعني وياخد بخاطري ويصبرني بكلمتين محسسني كاني عملت جريمه، كاني قتلت له قتيل. ما تقوليش كده يا دلال، هو الحاج كان متضايق شويه واكيد هيروق. متضايق من ايه وهيروق من ايه؟ الراجل لما يزعل من خبر زي ده يبقى ناوي على الشر. ملوش لزوم الكلام ده يا امو دلال. ملوش لزوم ازاي بقى؟ بقى ناجي الاقي البنت دمعت على خدها بدل ما الاقيها متهنيه ومتستته ومتشاله على كفوف الراحه. ده انا قلت حاجه الاقي الحاج فواز بذات نفسه هو اللي بيخدم عليها، مش سايبها كده ولا سائل فيها. يا امو يا امو حرام عليكي يا امو، انا بجد مش متحمله. اسكتي بقى. اسكت ازاي بقى؟ ما انا لازم اعرف نيته ايه. ما تكبريش الموضوع يا ام دلال، وان شاء الله كله هيبقى خير، وهيجي لها النهارده يستتها ويدلعها ويراضيها ويشيلها على كفوف الراحه كمان. دي الاصول وده اللي انا كنت مستنيه اشوفه. انا بقى مش مستنيه تدلع ولا مستنيه تهنن ولا مستنيه اي حاجه. انا كل اللي انا مستنياه ان انا اعيش مطمنه مع جوزي في بيتي. ما احسش ان انا حياتي كلها كده على كف عفريت. نفسي اعيش مطمنه يا ام، نفسي اعيش مطمنه واحلم بالمستقبل اللي جاي مع جوزي. اطمني يا دلال، اطمني وما تقلقيش، ان شاء الله كل اللي جاي خير. اطمن ازاي بس يا هدى؟ حد يفهمني يا ناس اطمن ازاي؟ اطمن ازاي وانا حاسه ان انا مكتوبه بقلم رصاص في لستة طويله عريضه الحاج دخلها لي، وفي اول غلطه ممكن يجيب استيكه ويمسح اسمي منها خالص. ليه؟ هي بنات الناس لعبه ولا كانت بنات الناس لعبه؟ مش كفايه ان احنا قبلناه بضراير؟ ولا على رأي المثل رضينا بالهم؟ لا يا ابني حرام عليكي، الحاج فواز عمره ما كان هم.
بلا في فتنة ولا حنية ولا طيبة قلب ولا سماحة روح. أنا كل اللي مخوفني لكون أنا اللي قصرت في عين، لكون أنا اللي خليته يزهق مني بالسرعة دي ياما من غير ما أقصد. ومين سمعك؟ دي حنيته ما وردتش على حد. يلا نحسبكم عشان تاخدوا راحتكم. مدعو اللي كانوا محاسبينه عليا راجل ما كانش بيديني ولا مليه، ما كانش فلح بس غير يخليني اقعد ادلع فيه ليل ونهار. مش حجرين شيشه وش سجارتين محشيين وش حاجات تانية بقى، وانا واحدة عايزة تعيش وكل ده وما تمرش فيه. هقولك ايه بس يا سي علي ولا ايه؟ الواحدة مننا بتبقى عايزة كلمتين حلوين اخر النهار عشان تنسى كل اللي هي بتشقى مع جوزها، وده بقى ولا كان بيقول ولا كان بيعمل. يلا الله يرحمه. وعشت معاه كتير يا سماح؟ 3 سنين. يا خبر اسود، 3 سنين على الحال ده؟ واللي زيها هتعمل ايه؟ لو قلت طلاق تبقى عيب، صبرت وربنا افتكر. طب واهل؟ اسخم وادل، مر تاني وانكتب علي. ده انت اتبهدلت يا سماح. محدش خالي من الهموم يا سي علي. القصد انت ما بتاكلش ليه يا سي علي؟ ولا اكلي بقى مش لادد عليك؟ وانا باكل غير يا سماح، غيرش بس ان ماليش نفس. ازاي يعني يا سي علي لازم تاكل؟ ده انت بتشقى. عاوزاني اكل يا سماح؟ طبعا بألف هنا وشفا. طب انا ليا شرط واحد. انت تؤمرني يا سي علي. تاكلي معايا. ربنا يهديك يا علي يا رب. يا حياتي يا بنت صدقيني دي شغلانه حلوه قوي، وعلى قد ايديكي امنها تشغلي نفسك ومنها ما تزعليش جوزك. يابا انا نفسي اخرج واشوف الدنيا، وانت تقول لي تقفيل وتفصيل وشغل بيت. ما هو انت كده هتبقي معانا برضو يا حيات. لا والنبي يا حاج، انا نفسي ابقى معاكوا بره في السوق في المحل ان شاء الله حتى في المول، بس ابقى بره البيت يا حاج. يا بنتي هنعمل ايه بس؟ جوزك مزرجب. يا علي طيب لو انت ضغطت عليه هيوافق. حتى لو وافق هيوافق وهو متضرر. هتهله بطريقتك يا حاج. هو انت يعني هتغلب؟ والنبي والنبي ما تعمل زي فواز، ميلت عليه وخلي بيا. مالكيش دعوه باخوكي، كفايه اللي هو فيه. ليه ماله؟ خير؟ مراته الجديده يا ستي حامل. يا لهوي، يعني كده يابا لبس الاربعه؟ وقفل قط المسافرين للأبد. يا لهوي عليك يا فواز، ربنا يهديك ويهدي علي يا رب. ويهديك انت كمان يا بنت الصياد. حضرتك في ميعاد مع الأستاذ مروان الساعة 9 وميعاد في المول الساعة 11 وميعاد مع بس بقى. انت ايه؟ راديو واتفتح؟ بقولك بالراحة مش عارف استوعب، استوعب ازاي كل ده؟ انا شايفاني مكنة؟ انا اسفة يا حاج، انا بس بقولك. ما تقوليليش حاجة، اسكتي خالص. شايفاني مصدع ومش طايق نفسي وبرضه بتقول؟ وسيادتك متعود تعرف مواعيدك. الغي كل المواعيد النهارده، ايه رايك بقى؟ مش طايق اشوف بني ادمين، مش عايز خلق ناس قدامي، يلا اتكل على الله. حاضر حاضر. ما تدهيليش حياتك. وذاكي. ازيك يا حاج؟ كويس انك هنا عشان عايزك. صفوت انا ما فيهاش دماغ لاي حاجه دلوقتي. بس دي شويه حاجات مستعجله كده عشان المدرسه. لا اله الا الله، عشان خاطري يا صفوت بقى بلاش النهارده، خليها يوم تاني. مش عارفه ايه اللي جراله، ده عمره ما عملها. هناء، هو الحاج جوه؟ لسه كنت هكلمك، عايزك. ايه الحكايه؟ وجههم غايم ولا ايه؟ ده رعد وبرق وعواصف، ما احتمال رفض. خلاص تلاتين هوا تتريخ مقاوي، ربنا يستر. شحاته،
انا مش عايز وش النهارده، انا دماغي مقلوبه. ليه حاجه كفالة الشر؟ في حد يزعلك يا عم؟ ما حدش زعلني، بقول لك دماغي مقلوبه مش عايز وش. حاضر حاجة. وادي المخروب اقفله كمان، انا مش عايز حد يوصل لي النهارده. طب ليه يا حاج؟ فهمني. طيب يا سيدي انت مالك؟ انت ما بتفهمش؟ وقت كلكم عليا النهارده. حقك عليا يا حاج. خلاص اسمع، تروح على البيت تعمل اللي اقول لك عليه بالحرف. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. خير يا سي زكي؟ ده الشيك بتاع الجمعيه اللي عايز يتغير يا حاج. وانا ناقص يا ابني، انا فاضي، مش لسه بقول لك اشحات انا دماغي مقلوبه. حاضر يا حاج. حاضر. خلاص يا حاج ناجله. هو في ايه؟ تعالى تعالى، ده تبرع، حاجه لله. استغفر الله العظيم. في زيارة لازم تترد. أستاذ فواز، حضرتك عرفت عنوان مكتبي الخاص ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، البداية والنهاية. الكتاب ده هنا؟ معقولة أنت بتقري في الكتب دي؟ لا دي منظر بس. لا ما أقصدش. لا لا. اتفضل. اتفضل. لا أصل الكتاب ده خدي بالك، خلي بالك الكتاب ده صعب جدا. على كده بقى واضح ان حضرتك قريته. قريته؟ ده انا قريته وحافظه وفاهم كلمه كلمه فيه كمان. مش مهم تحفظ كل كلمه في الكتاب، هيبه الكتب اللي فيها واهم حاجه في القرايه ما بين السطور. ايه ده؟ وانت حد قالك اني بفك الخط ولا جاهل؟ بقولك انا عندي المجموعه كلها، كلها لعلمك، وقريها وحافظها وفاهمها. خدي. والله العظيم الشيك بتاعك اهو. واضح ان حضرتك متواضع جدا يا استاذ فواز، جايب الشيك بنفسك مع انك كنت ممكن تبعت السواق او اي حد من اللي شغالين عندك، واعتقد انهم كتير قوي. وانت كل ما هتشوفي خلقيتي تعطمي فيا، انت جاي تربيني يا ابله ولا ايه؟ ما تجيبي عصايه احسن وتضربيني على ظهر ايدي. انا اسفه يا استاذ فواز، اتفضل الشيك بتاعك اهو، ممكن توديه بنفسك لمقر الجمعيه، دي مش شغلتي انا، وبعدين لو عايزني اوصلك لحد هناك انا مستعده، ما عنديش مانع. ولا هنا ولا هناك، ايه التناقه اللي انتوا فيها دي؟ انا حاسس انكم انتوا اللي بتبرعوا لي. انا جاي انفعكم. انا لما بيدخل في محل عندي من محلاتي اي زبون. زبون؟ اه زبون. ماله الزبون؟ حلو الزبون ودايما على حق. انا الزبون ده شيله على راسي من فوق. ليه؟ 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 اقول لك ليه؟ عشان ما يطفش. انتوا هنا بقى بتطفشوا، مش عارفين تربوا زبون. بس احنا مش محل اكل عيش هنا يا استاذ فواز. للاسف انت قطعت رزقك بيه. وادي الشيك اهو. ماشي، انا سحبت الاتفاق بتاعي مع الجمعيه. لا يا استاذ فواز، احنا جمعيه محترمه ومش هنقف على تبرعك ولا تبرع اي حد غيرك. احنا جمعيه بتدافع على حقوق الناس وتنور لهم طريقهم وتوريهم ياخدوا حقوقهم ازاي. تعمليش فيها بس كده، الاخت ام خلق داير. اهدي شويه على نفسك. ولعلمك لو حاسه انه كنز نجيبيله قالب وحطيه فيه، هيوسع ويعرض ويبقى زي الفل. هو ايه ده؟ خلقك. اهدي شويه علي. انت خارج ولا ايه؟ مش جديدة يعني، ما انا كتير قوي بنزل بالليل. هو انت مش ملاحظ انك مزودها حبتين يا علي؟ ده انا اللي مزودها عشان هنزل اروح على القهوة اقعد ساعتين، ابقى انا اللي مزودها؟ وسعادتك لا بتزودي ولا بتنقصي، ماشي على الصراط المستقيم، واخدة بالك من بيتك ومن عيالك ومن جوزك، مش مخلينا محتاجين اي حاجة. ايه الكلام ده يا علي؟ انت بتتلكك لي ولا ايه؟ انا مش محتاج اتلكك عشان اتكلم معاكي، انا اتكلم واقول اللي انا عاوزه في الوقت اللي انا عاوزه. دلوقتي صوتك العيال تصحى. انت اللي لازم تفوقي. ليه يعني؟ وانا عملت ايه لكل ده؟ ولا انت اللي واقف لي على الوحده والسلام؟ كل ده كان ليه؟ عشان رحت لابويا ساعه الظهر في نفس الوقت اللي انا برجع فيه البيت ارتاح واتغدى. كنت مضطره يا علي، كنت مضطره، ابويا بعت لي وكان لازم اروح.
راحتك يا هاني، اعملي ما بدالك. لكن عاوز اقول لك على حاجه مهمه، انا شخصيا زهقت. هو مش متغير معاك انت لوحدك، متغير معانا كلنا، ودي اكيد سحابه وهتعدي. دلوقتي بس انا فهمت انت ليه قلتي لي ما تشربيش العصير يوميا. انا قلبي كان حاسس ان بيتحط لي فيه حاجه، والنعمه قلبي كان حاسس يا انهار. يا اختي ما تترحميش قوي كده، احسن حد يسمع. وانسي الموضوع ده خالص، انسي اللي انا قلتهولك، وانسي موضوع العصير احسن يعرف توديني في داهيه. بس اللي عايزه افهمه، لما هو مش عايز يخلف تاني كان يتجوزني ليه؟ دي حاجه غريبه قوي، هو بني ادم غريب. يعني لو كان هو طبيعي يا اختي ولا احنا عاقلين، كنا وافقنا باللي هو بيعمله معانا ده؟ كنا وافقنا ان كل واحده تقعد متقطعه طول الليل وهو نايم في حضن واحده تانيه؟ ولا هنبقى مبسوطين واحنا بنتصف كل يوم كده ونشوف يا ترى هتبقى ليله مين فينا؟ يا بنتي ده نصيب، صدقيني النصيب وما فيش منه مفر. خايفه قوي يا نهار، خايفه قوي للحاج يأذيني الفتره اللي جايه دي. اوعي اسمعك تقولي كده تاني، الحاج عمره ما اذى حد ولو حتى على رقبته، وكل حاجه بيعملها بما يرضي الله. لا انت بتحبي حبي يا عمر، يا لهوي عليكي. هو انا ايه يا اختي اللي هيصبرني غير الحب؟ اصل هو اول ما بيدخل عليا بوش المنور ده وطليته البهيه وضحكته العسل دي، ببقى عامله زي العيله الصغيره اللي لابسه فستان العيد، بنساله كل حاجه وحشه، ما بفتكرلوش غير الحلو. اللي انا فيه رؤيه يا ستي، قومي احنا في مصيبه. قومي. مصيبه ايه يا ولية؟ تعالي في ايه؟ وريني يخرب بيتك. في ايه؟ في ايه يا ناس؟ في ايه؟ اه يا ايدياني يا متعوره بالقوي، ياني يا حلوه يا سميحه يا متعوره ياني. يا اختي وليكي نفسك تبصي في المرايه ولا هتلاقي قلبي يهوهو عليكي بعد كده؟ اقعدي يا اختي بصي في المرايه وسيبك من اللي بيحصل بره. هو ايه اللي بيحصل بره؟ ولا حاجه. مش الحاج بعت شحاته يلم له هدومه؟ يا ستي يا خرابي يا خرابي، ما تقعدش يومك يا خويا. انا بس زي الناس وانا ورايح على بيتي يا خرابي. لا يا ولية يا ما تطلعي على العاده. انت ايه؟ فوقي على الحاج. شكلك انت يا ابن الهرمة اللي فقعتني لهندي، مع انها مش طالبك خالص النهاردة، بس كان لازم اني اكسر سمك، انا مش ناقصك. ده يا عم فواز، انت بقالك ساعة قاعد عملت بحلق فيا من غير اي صوت، انت جاي تصورني ولا حاجة؟ اصلهم بيقولوا لي انك مش عايز تيجي العوامة بسببي. لا انا قلت مش عايز يبقى دم تقيل على قلب اي حد. حد مين يده سابتي؟ انا دخت السبع لغات عشان اعرف اجيلك هنا، وانت قابلني بالرزالة دي؟ فك بقى. المهم تشرب ايه؟ ولا حاجة. لا لا لا، الناس هنا نظيفة وبيغسلوا الكوبايات، ولو قلقان ممكن اجيب لك كنزاية مقفولة او عصير. ايه الجو الرزلة؟ ايه الرزالة والسرعية دي؟ مش حل ما انتش عارف انا منين واصلا ايه؟ ملهاش لازمة يا فريد الدخلة والسكة دي؟ والله ما ليها لازمة. يا ريت عايز تفهمني ان انت جاي عشاني. بص حواليك يا فريد على القهوة في المنطقة، اعرف حد غيرك انا؟ أنا فاهم كويس أوي، أنت عايز تبقى الكبير الأصيل أبو قلب طيب قدام الناس كلها، مش كده برضه يا حاج فواز؟ مش هتجر معاك للسكة دي، أنا عارف أنت بتحب الرزالة والزقوقية والمسقعة كده، أنا عارف، مش هتجر معاك فيها. أنا هنا يا فريد عشان إحنا أصحاب وإخوات، وفي بينا عشرة سنين عيش وملح، من قديم من زمان، واللي بيني وبينك أكبر من الهبل اللي أنت بتعمله ده. المهم تشرب معايا شاي؟ كشري سكر بره.
بطل ورا عطوة. فك بقى فك بقى. لا مش فاكر. قول لي فاكر. خلاص قول فاكر. خلاص يا فوق. قول فاكر يا اخي. الكتب دي ليها هيبه برضو. هيبه كده ما بفهمهاش. كتب ليها هيبه. مصطلح غريب قوي. يمكن اول مره حد يقول المصطلح ده عن الكتب. مصطلح؟ لا انا ده طلع كده يعني مش قصدي حاجه. انت مالك النهارده يا فواز؟ بتقول وبتعمل حاجات غريبه قوي. معلش يا صفوت انا النهارده مش طبيعي. انا ما فهمتكش بصراحه. بقول لك ايه؟ مش جاي اتكلم ولا اقعد باعتباري فواز الصياد صاحب المدرسه والمصانع والكلام ده. انا جاي لصاحبي. محتاج اسكت معايا اكتر ما اتكلم. ايه يا ابني مالك؟ ايه الكلام الكبير ده كله؟ زمان كانوا بيقولوا لنا الكتب بتغذي الروح وتنور العقول. الكلام ده صحيح يا صفوت؟ طبعا يا فواز. ما هي القراية هي أصل كل شيء. ده حتى ربنا خلاها أول كلمة في القرآن الكريم وقالها بصيغة الأمر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. في دليل أكتر من كده؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. أنت بتعرف الدين يا صفوت؟ طبعا يا فواز. اللي ما يعرفش دينه مش هيقدر يعيش دنيته. الدين يا فواز بيعمل حالة من الاستقرار النفسي. حالة من التوازن تخليك تقدر تعيش بيها في المجتمع الملخبط اللي احنا عايشين فيه ده. ومش معنى انك تبقى مثقف انك تبقى مش مؤمن. بالعكس، ده كل ما قريت وفهمت وعرفت اكتر كل ما هيزيد ايمانك وهتعرف قدرة ربنا اكتر. سبحان الله. الواحد كان فاكر المثقفين دول يعني شمال. لا 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 يا فواز، مش كلهم. كل حاجة في الدنيا ليها وشين. في اللي كده وفي اللي كده. في مثقف مثقف حقيقي مثقف بجد، وفي ناس بتقرا من الكتب عناوينها بس ما بيجيبوش منها الا العنوان، ودول اللي بنسميهم مدعين. وده على فكره مش بس في الثقافه، في الدين كمان. في مؤمنين بجد وفي ناس بيتاجروا بالدين بكلمتين حفظوهم ولا سمعوهم في اي حته. انت مش هتقول لي انت بتسال في كل ده ليه؟ بقالي مده كده بسمع كلام كبير ومترتب شبه كلام الكتب. وفهمت يا فواز؟ انا ما اقصدش حاجه وحشه. انا قصدي ان مش كل اللي بيتقال بيتفهم، وعشان يتفهم لازم الواحد يفكر فيه كويس. ازاي يعني؟ اللي مكتوب بين السطور وما اتقالش ساعات بيبقى أهم بكتير قوي من الكلام اللي اتقال. وده عشان نعرفه يا فواز ونستوعبه لازم نوع من التدريب والوعي والإدراك، وده كله ما بيتحققش إلا بالقراية. أنت فاهمني يا فواز؟ فاهمني ولا سرحت مني تاني؟ فواز أنا عايز أقرا. ماشي يا سيدي، بسيطة أوي، مفيش أي مشكلة. أنا بقى رأيي نبدأ بالكتاب ده. اتفضل. مقدمة ابن خلدون. والكتاب نفسه بقى قد إيه؟ مقدمة وكتاب مع بعض. بركة. Thank you.
ربنا يخليك يا فواز يا ابني، يا رافع راسي وطار رقبتي. صحيح الواد سند ابوه يا حبيبي يا ابني، يا سندي يا سندي يا حبيبي يا سندي يا حبيبي يا حبيبي يا سندي يا حبيبي يا حبيبي. اديني كده استحميت يا حبيبي يا سندي. بسم الله الرحمن الرحيم، خضتني يا منعم. سلامتك من الخض يا روح منعم. بقولك ايه، عشان المزاج يعلى ويعلى ويعلى والليله تنجلي، شربي معايا. يا لهوي، خمره؟ خمره؟ خمره ايه يا حسنات؟ انا برضو بتاع الحرام ده، انا ليه في الحرام ده؟ كركديه ساعة، يعني مزاج مصري اصيل. افتكرته خمرة اهو كده، انت ريحت قلبي. ربنا يريح قلبك يا حبيبتي. يلا راح فين؟ الله، مش انت قعدت تظبط في نفسك؟ انا كمان بقى هروح واظبط في نفسي. لا ما انت كده متظبطه وعباني وربنا. حبيبي. اي والله. الله، ايه وشك منور وخدودك هيبك منهم الدم. لا والنبي، طب قولي بسم الله ما شاء الله ولا الله اكبر ولا حاجه؟ جالك يا حسنات ده ما عشتش الملل لاصحابه والحاجات دي بتتنظر بسرعه. انت مش عارفه مصلحتك ولا ايه؟ خلاص يا اخويا، اربعه واحد يبقوا خمسه في عينيا، وعين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. علي افضل الصلاه والسلام. يلا تعال بقى نقعد. ايه ده يا حاج؟ جدتك يا اخويا ساقعه قوي، متلجه ووشك مزنهر. يبقى كركديش دخل، هم قالوا لي كده، هتحس ان جدتك متلجه ووشك يزنهر مع رعشه خفيفه. هو الكركديه بيعمل كده؟ بيعمل، هو في اول طلعه ليه بيعمل الرعشه الخفيفه دي. ده بيعمل عمايه، انت لسه شفت حاجه. يا اختي عليك، يا اختي عليك وعلى شقاوتك انت. يلا بقى يا حسنات اقعدي جنبي، يلا بقى قربي منه. بس انا بصراحه كده يعني بتكسف منك. تتكسفي؟ وحد يكسف من حلال ربنا يا حسنات؟ اقول لك اطفي لك النور. ايوه اطفي النور وانا استخبى وانت تقعد تدور عليا. والليله تضيع على الفاضي. ما دي بقى الهلفطه اللي ملهاش لازمه اللي حطها. انت اتخطفتي قبل كده يا حسنات؟ في ايه؟ ما تركزي معايا امال. الله، خلاص خلاص خلاص، اديني قعدت وسكت خالص، اما اشوف اخرتها معاك اي حاجه. حسنات، حسنات. نعم. بقول ما تشربي كده شوية كركديه عشان ربنا يكرمك وتزنهري زي ما انا مزنهر. طب هات كده اما اشوف. خد يا حبيبتي. هات. زنهرتي؟ اه. انت متأكدة؟ ايوه زنهرت. ايه بقى؟ يا معين يا رب. ايه ده؟ الباب بيخبط. انا مش سامع حاجه، ركزي معايا. الباب بيخبط. ركزي معايا انا مع الكركديه، اسمعي كلامي. لا 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 لا، قلبي خلاص متوغوش. افتح يا اخويا. افتح يا اخويا. خلاص بقيت فعلا اخوكي. زنهري لوحدك انت يا اختي. طيب احنا يمين على الباب؟ ما قلنا طيب. مساء الخير يا عم منعم. انت ايه اللي جاب؟ ها؟ ايه اللي جاب؟ يا عم منعم، هو احنا جينا في وقت مش مناسب ولا ايه؟ فين العروسه؟ اول عجل وسع الطريق. صباح الفل يا عم منعم. ايه مالك اتخضيت ليه؟ منور الدنيا والله. ازيك يا عم؟ يا عم ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب الحمد لله. اهلا وسهلا يا ولادي. خير في ايه؟ عرفتي مين عدويني؟ مش وقته. طيب. لما تتكلم يا تسوقي، ما تنسى يا شعبان. جرى يا اما، الله ما انت عارف البيت واللي فيه. اصل التنكيس ما نفعش يا اما، وقالوا هيجيبوا لنا لجنه. بعد بقى لما بتوع الحي جم قالوا لي احنا لازم نخلف اسبوع كده. يعني قالوا لكم اسبوع، ما قالوش الليله. احنا قلنا بقى كده ناخدها من عصيرها واحده واحده كده. عم منعم نجيب حاجتنا. طبعا
امال مين هيلمنا غير بيت عمنا؟ ما تلحنها لي يا ولد، لحنها. والله يا عمي انا عارف ان انا متقل عليك، بس يعني ما... يا ولاد ما تقولوش كده، ده البيت بيتكم. حسنات يا اختي، جوزك ده شكله مش مبسوط. وبعدين تسوق تحس انه واخد برد. لا بس عشان خاطر انا قلع. تحبوا تتحشوا؟ احنا ريقنا ناشف، عايزين نبني ريقنا. انا ريحه جديده. لا يا عم منعم، اجيب لكم حاجه ساقعه. في كركديه ساقع، انما ايه بيزنهر في دقايق. علامتك يا مشبر. كوت تعالي يا نور، تعالي يا بنت. والله ما انا راجعه له تاني يابا. وتوريكم تروحين بتنكس ان شاء الله يتهدى على نفوخه. انا خلاص تعبت من الخناقه والقرف. تعالي يا بنت. اقعدي. السلام عليكم يا كابتن. خناقه ولا تنكيس؟ لا يا حاج، دي شنطه الحاج فواز، اصله غضب وساب البيت وقرر يقعد معاك النهارده. الله الله، ده كده حلوت على الاخر. ايوه كده يا اخي، ايوه كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ابعد يا نتاح، ابعد. ما تعطلش الناس عندك اول باول. احتف على فوق. اللمه هنا حلوه وبنسي كالكديبي زنهر. ابعد.